لعبت في كاس لازم. العالم للانديه برضو لعبت 2006 و2008 2006 عشان حنا فيها البرونزيه كان الحضري اتعور ماتش انترناسيونالي ونزلت اخر ربع ساعه وبعد كده لعبت الفاينل اللي هو ثلاث العالم الحمد لله كنت ولعبت وانا مصاب والناس كلها هي دي بص الصوره معانا هنا دي برونزيه كاس العالم في 2006 انت عارف يا كابتن اسامه انا الماتش ده انا كنت مصاب قبليها بثلاث ايام عندي مزق في الضمه ولعبت وانا مصاب ولو بصيت في عيني الشمال واخد بوكس عالمي في الماتش في الاول وكملت برضه لاني طبعا دي بطوله يعني كبيره والواحد يعني انت شفت النهارده محمد شريف راجل متعور وعمال يلعب ويكمل ويلعب لان دي فرص بتبقى مش هتتعوض تاني خصوصا انت بتمثل النادي الاهلي اي ماتش لاي واحد ان يمثل النادي الاهلي ماتش كبير جدا طبعا لا وكمان انت النهارده انت كنت الحارس الثاني فانت النهارده بتدخل في ظروف صعبه انك انت تكون مهيئ نفسيا وجاهز انك تلعب في بطوله الاكبر ده شيء يعني يحسب ليك ويحسب بالزبط. كمان لحراسه المرمى النادي الاهلي وقتها بالظبط ويمكن كان معانا كابتن نادر السيد وكان ساعتها مستر مانويل الجوزيه بيعمل ايه بقى احنا كنا ثلاثه الحضري لو لعب انا وكابتن نادر كل واحد ماتشين احتياطي لو انا لعبت يبقى الحضري ماتشين وكابتن نادر ماتشين ولو كابتن نادر لعب انا ماتشين والحضري ماتشين احتياطي كده. كان الاحتياطي بس فانا كان اخر ماتش لينا كان المقاولين العرب اعتقد هنا وبعد كده في ماتش فريق من استراليا ده اللي هو المفروض لو حصل حاجه للحضري انا هلعب وانت عارف البطولات المجمعه بيبقى ثلاث حراس موجودين وال20 لاعب موجودين فانا كان خلاص اول ماتش كسبنا فيه 2-0 في لافيو وبوتريكا وبعد كده انا فضلت بقى انترناسيونالي فانا كنت موجود يعني بس مركز المفروض ان اللي هيبقى موجود الكابتن نادر لقيت مستر مانويل جوزيه بعد الحضري متعور قال لي قوم سخن سخنت ونزلت عشان كده الواحد بيبقى المناسبات اللي زي دي وان الواحد يمثل النادي الاهلي في اي ماتش دي حاجه كبيره جدا بالنسبه له وكان ماتش مهم جدا وبطوله مهمه جدا للنادي قول لنا الذكريات بقى يعني الذكريات بتاعت الفريق الاول والمعسكرات والحاجات الحلوه اللي بتحصل داخل الكوره قول لنا فكرنا كده يعني انا كنت فاكر في اليابان كان معانا الله يرحمه محمد عبد الوهاب واستاكوزا الاثنين كانوا ما شاء الله كان فاكر انت لما كانوا عاملين جو جامد جدا ومعاهم طبعا احمد السيد طب. بعد كده الجيل اللي بعديه بقى معتز اينو دخل وكان احمد عادل وكان احمد السيد برضه داخل معاهم فاجواء بتبقى يعني مميزه جدا وفي المعسكرات ويمكن ناس كتير جدا ما تعرفش الكواليس دي ان احنا يعني عارف اللي هو بيبقى فيه تركيز جامد وبيبقى فيه برضو بعض اللعيبه بتهدي الدنيا شويه بتروق الدنيا شويه في الحته الترفيهيه دي بتبقى معسكرات حلوه جدا والواحد عمره ما ينساها يعني انا يمكن لفيت لعبت في انديه كتير لكن ايام النادي الاهلي ما بتتنسيش ومعسكرات النادي الاهلي وكل يوم يعني انا لحد النهارده انا فاكر كان عندي 10 سنين دخلت النادي ازاي وكنت لابس ايه وعم حارس جير ورايا ازاي فبالتالي وكل الماتشات في الناشئين ومع الفريق الاول ومعسكرات فدي بتبقى كانت بتبقى معسكرات وايام وذكريات للتاريخ ليا ولولادي لما يجوا يتفرجوا على الحاجات دي وبطولات الحمد لله فدي حاجه كويسه جدا يعني.